حفر الباطن خو خو حفر الباطن يعني بصراحة هسه هو الرجل في عمان وهو بعثي قيادي لكن هو انقذنا من الموت. اللي هو حفر الباطن كان لا البعثي اللي هو. اللي هو الأستاذ الفاضل الشاعر حميد سعيد كان وكيل وزير الثقافة هو تصدى للموضوع وقال لهم يا ذا ما فيلم احنا انتجناه ذبوب الشر. هو الفيلم انمنع بيوم عرضه يس كان لطيف نصيف جاسم هو منع لطيف نصيف جاسم ومو بس منع راح سوى ظاهر كتب تقرير او ما اعرف يعني ورا اسبوع جتنا لجنة وزير دفاع ولطيف نصيف جاسم همام دكتور همام كان دكتور هو وزير الثقافة يعني ايضا كان موقفه جيد ويا استاذ حميد سعيد والا احنا كنا رحنا قاعد يسوي شيء هو الفيلم كان بإساءة لل ما بإساءة لكن فهموا يعني انت من تشتغل فيلم عن عندك معسكرين التحالف والمعسكر العراقي يعني ما تطلع قوة وبشاعة الآلة الحربية للتحالف هم قروها انه اذا الجندي العراقي يشوف هذه الأسلحة وهاي الطائرات وهاي كذا انت راح تدمرون الحالة المعنوية للجيش العراقي. هسه لربما رأي من الناحية العسكرية يجوز إحنا ما نفتي هذا الرأي صحيح لكن ما تصل إلى إنه ممكن هذا نتهم بال يعني نتهم بال العمالة ممكن العمالة نتهم بأنه إحنا يعني أسوي مو أنا مسوي الفيلم بس أنا كنت مدير سينما اللي مسوي الفيلم الله يرحمه سلام العظمي بس وكان مدير العام فاروق سلوم يعني تحياتنا له من هذا كان فاروق اللي احنا رحنا بيه ما يعني لا تفكر يعني تطير بيها رقابكم يعني هسه اذا ما طير رقاب انا اروح سجن يعني احنا ما ايش مدري لو اندري كان صرنا سجان سياسيين يعني اتمنى